قبل أيام قليلة على موعد مساءلته، تحركات نيابية مكثفة في أروقة البرلمان التونسي غايتها الإطاحة برئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية اتصالاته المشبوهة مع أردوغان والسراج وتدخله بالملف الليبي. فهل تقود مشاورات الأحزاب في البرلمان إلى سحب الثقة من الغنوشي؟ يبدو أن بلوغ ذلك يتجه في مسارين: الأول، إمضاء عريضة نيابية تحظى بأكثرية الكتل لطرح سحب الثقة. أما الثاني، فبالتنسيق بين الكتل النيابية لخلق أغلبية برلمانية جديدة تقود نحو انتخاب رئيس جديد لقيادة المرحلة القادمة. الأغلبية حاصلة داخل مجلس نواب الشعب أنها تدين التدخل الخارجي وتدين تجاوزات رئيس المجلس وتدين تصرفاته. هذه الإدانة يجب أن تكون متبوعة أساساً بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب وانتخاب رئيس جديد أو رئيسة جديدة كيفما يراه النواب. تطورات تأتي بعد أن ارتفعت الأصوات الحزبية تحت قبة البرلمان المستنكرة لسلوك الغنوشي، وأثارت امتعاضاً لدى مؤسسة الرئاسة التي رأت في الاتصالات المتكررة بين الغنوشي والسراج دبلوماسية موازية لدبلوماسية الدولة التونسية، وخطوات غير محسوبة يخلط فيها الغنوشي بين صفته كرئيس للبرلمان وصفته كرئيس لحركة النهضة. فإلى ماذا ستقود مساءلة الغنوشي؟ وهل تنجح مشاورات الكتل الحزبية لإبعاده عن منصبه؟ أسئلة قد تجيب عنها أجواء المساءلة في الثالث من الشهر المقبل.